يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. أولادي اليوم إيش محضغيننا؟ يابا اليوم الأحداث كثيري. أي يابا، وخصوصا هاي الأحداث قربت تخلص. أولادي بما أنه أنا ما كنت موجود بالمرة السابقة، فإيش تقولون لو راجع سوا إيش صار حتى نكون معاكم بالصورة؟ صار بابا، بيك خير وتدلل. شكرا أولادي شكرا. يابا نحن عرفنا بالمرة السابقة قرار بولس بزيارة مدينة القدس رغم كل التحذير والنصيحة اللي قدموها اللواء أصحاب المؤمنين بأن ما يروح هنوك. انبور هذا الشيء خطر على حياته، لكن إصراره بإطاعة الروح القدوس كان حازم، وسافر لهنوك ورافقوا بعض الأخوة المؤمنين بالقدس استقبلونه ورحبوا بينه. وعرفنا إشون قبضوا علينه مجموعة من الناس الغير مؤمنين ببيت الله وغادوا يقتلونه، لكن الضابط الروماني وصل بالوقت المناسب وخلص بولس من إيديهم، وأمر الجنود أن يودونه للمعسكر. وبالليل جاء مولانا عيسى ووقف بجنب بولس وقال له: تشجع، لازم تشهد لي بروما مثل ما شهدت لي بالقدس. وثاني يوم تآمروا علينه مجموعة من بني يعقوب حتى يقتلونه، ونصبوا له كمين بالطريق. ومرت الأخ طاق الضابط الروماني أن يخلصوا من المؤامرة وبعثوا القيصرية بحماية مجموعة من الجنود للحاكم فيليكس الموجود هناك. الحاكم بعد ما سمع بولس وخصومه بخصوص قضيتهم غشع، ماكو أي تهمي ممكن يعاقب بيها بولس بالسجن أو الموت، ومع هذا ترك بولس بالسجن سنتين حتى يرضي شيوخ بني يعقوب. وتغير الحاكم فيليكس وجاء حاكم جديد بمكانه اسمه فيستوس،
وهذا الحاكم هم ما غشع أي ذنب عامله بولس يستحق العقاب، لكن هو غاد يرضي قادة بني يعقوب ويسلم بولس لديهم، لكن بولس رفع قضيته القيصر ملك الرومان. جاء الأمير أغريباس وأخته برنيس القيصرية حتى يسلمون على الحاكم فيستوس، وقعدوا هناك كثير. فالحاكم فيستوس عرض على الأمير قضية بولس. سيدي الأمير، أكو واحد هون اسمه بولس تركوا الحاكم فيليكس مسجون، ولما رحتوا للقدس اشتكى ضد رؤساء رجال الدين وشيوخ بني يعقوب وطلبوا مني أن أحكم علينه، فقتلهم. ما من عادة الرومان أن يحكمون على واحد إلا إذا واجه خصومه بالأول، خاطروا يطعون الفرصة أن يدافع عن نفسه ويغد الشكية. فجو معاي لي هوني، وثاني يوم وبدون تأخير قعدت حتى أقضي بيناتهم، وأمرت بأن يجيبون الغجال. فلما وصل خصومه قاموا يحكون، فما لقيت أي تهم اللي كنت متوقعة، لكن قام بينهم جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول هو حي، فاحتاريت أشون أحقق بالقضية. وسألت بولس إذا كان على استعداد أن يروح للقدس فتكون محاكمته هناك، لكن هو رفع قضيته للقيصر حتى ينظر بيها، فأمرت أن يحفظ إلى أن أبعث القيصر. أنا أحب أسمع هذا الغجال. غدا تسمعه. ثاني يوم جاء الأمير أغريباس وأخته برنيس بموكب فخم، وفات القاعة الاجتماع، وكان يحيط بينه القادة العسكريين وعظماء المدينة. يا حرس. نعم سيدي. فوتوا بولس بسرعة، جيبونه هوني. سيدي الأمير أغريباس ويا كل الحافظين هون، هذا الغجال اللي عم تغشعونه شكونه اللي شعب بني يعقوب كلته بالقدس وهون بقيصرية، وكانوا يصيحون انه هذا الشخص لازم يموت، لكن انا لقيته انه هو ما عمل شيء يستحق الموت، لكن هو رفع قضيته لجلالة القيصر، فقررت انا ابعثه الروما. لكن مع هذا ما عندي شيء واضح اكتبه عن موضوع الجلالة القيصر، لهذا السبب جبتونه قدامكم كلتكم، وبالاخص قدامك حضرة الامير اغريباس، حتى اذا نظرنا بقضيته القي شيء اكتبه. انظر، ما معقول ابعث مسجون بدون ما احدد التهم الموجه ضده. نسمح لك ان تدافع عن نفسك يا بولس. سمو الامير اغريباس، أنا أعتبر نفسي سعيد أن أدافع عن نفسي قدامك اليوم وأغد على شكية بني يعقوب، وخاصة أنت تعرف كل العادات والاختلافات الموجودة بين بني يعقوب. لهالسبب أنا أرجو أن تسمعني بصبر. أتفضل احكي. سمو الأمير، كل بني يعقوب يعرفون سيرتي وأنا صغير، ويعرفون نشأتي ببلدي وعيشتي بالقدس، وهي يعرفوني من زمان، وأنا كنت أتبع أكثر مذهب متشدد بديننا، يعني كنت رجل دين، وهالساعة أنا أتحاكم بسبب الأمل اللي عندي أن يحقق الله وعده لآبائنا بإرسال المخلص وقيامته من الموت. وأنا كنت قبل مقتنع أن أعمل كل شيء حتى أعارض كل من يتبع طريق عيسى الناصري، وقمت أروح لبيوت الصلاة
حتى أجبرهم على إنكار طريق المسيح. وبيوم من الأيام كنت أغيح لدمشق حتى أقبض على كل اللي يتبعون طريق المسيح وبتفويض من رؤساء الدين. وبالطريق ظهر لي عيسى المسيح بضوء عظيم وحكى معاي وأمرني أن أحمل الرسالة لكل الشعوب، وقال لي أنا غيح أبعثك عليهم حتى تفتح عيونهم وترجعهم من الظلام للنور ومن سيطرة الشيطان لله، حتى ينالون نصيب مع عباد الله الصالحين. وأنا قمت أبشغ الناس بكل مكان، وهذا هو السبب اللي خلى بني يعقوب يمسكوني ببيت الله وغادوا يقتلوني. والله عيوني وحفظني لحد هذا اليوم، ولهذا أنا واقف هوني أشهد للعظيم وللبسيط سوا، وأنا ما أقول غير ما قالوا الأنبياء وموسى أنه هذا الشيء غيح يصيغ، وهو المسيح غيح يتألم ويكون أول من يقوم من الموت ويبشغ شعبه والشعوب اللخ بالنور. أنت مجنون يا بولس، تبحرك بالعلم خلاك تفقد عقلك. أنا ما مجنون يا صاحب الفخامة فستوس، لأن الشيء اللي أقوله صحيح ومعقول، والأمير عالم بهاي الأمور وبإمكاني أن أحكي معانه بكل صراحة، وأنا متأكد أنه ما يخفى علينا شيء من هاي الأمور. انبر هي ما صاغت بزاوية مظلمي. سيدي الأمير أغريباس، أنت تؤمن بالشيء اللي قالونه الأنبياء؟ أنا أعغف أنت تؤمن. بولس، أنت تظن أنه بهذا الوقت القصير أطيق تقنعني أن أصير مؤمن بالمسيح؟ وقت قصير لو طويل. أنا أدعو الله لك والكل اللي يسمعوني اليوم أن تصيغون مثلي، طبعاً بدون هاي الزنيجيل اللي بيدي. فقام الأمير ومعانه الحاكم وبرنيس والقاعدين معاهم، وطلعوا من القاعة وهيهم يقولون: هذا ما عمل شيء يستحق الموت، حتى ما يستحق أن يكون مسجون. يا فستوس. نعم يا سمو الأمير. هذا الغجال كان ممكن أن يطلق سراحه لو ما رفع قضيته لجلالة القيصر. وتقرر أن يسافر بولس لإيطاليا عن طريق البحر، فسلموا بولس وبعض المسجونين الضابط برتبة قائد اسمه يوليوس، وهذا الضابط ينتمي لكتيبة القيصر، وركبوا بسفينة متجهة الموانئ غرب تركيا من ميناء أدراميت. ورافق بولس بالرحلة اثنين من الأخوة، هيم أرستركي المقدوني ولوقا الطبيب، وثاني يوم وصلوا لصيدا. يا بولس، مثل ما عاد تخشع نحن وصلنا الصيدة، وأنا بعد ما سمعت عنك قررت أن أعاملك بطريقة خاصة غير ما أعامل المسجونين الباقيين، ولهذا يا حرس. نعم سيدي. اسمحوا لبولس أن يزور أصدقائه بالمدينة حتى يحصل منهم الشيء اللي يحتاجه. حاضر سيدي. Thank you.
وأبحروا مرتلخ من صيدا إلى أن وصلوا الميناء ميرا اللي يصيغ جنوب تركيا. وهنوك الضابط لقى سفينة كبيرة من الإسكندرية متجهة لإيطاليا، وسافروا بالسفينة وكانت الريح قوية فمنعتهم أن يبحرون بسرعة كم يوم، وبصعوبة وصلوا لمدينة لسائيا اللي تصيغ بجنوب جزيرة كريت. يا جماعة يا جماعة، ضاع من عندنا وقت طويل. شنو قصدك؟ أقصد أقول إنه السفر بالبحر هسه صار خطر، ومثل ما تعرفون جاء وقت الخريف، وبهذا الوقت تكتغ العواصف بالبحر. لا لا لا، أنت خايف وتغيد تبرر خوفك. يا جماعة يا جماعة، أنا أقول سفرنا غيح يكون بينه خطورة كلش كبيغي وخساقة عظيمة، ما على السفينة وحمولتها بس، لكن على أغواحنا هم. يعني أش نعمل يا بولس؟ نستندغ هوني. أش تقول يا قبطان السفينة؟ لا، أنا أقول نكمل سفرنا أحسن ما نضيع الوقت هوني. أنا صاحب السفينة وأنا أقرر. حكي القبطان صحيح، خصوصا الميناء هوني ما صالح حتى نقضي بينه الشتي. احسن شيء نسافر ونصل الميناء فيليكس ونقضي الشتي هناك. ومثل ما تعرفون هذا الميناء يطل على الشمال الغربي والجنوب الغربي، يعني من هناك نطيق نتحرك براحتنا. يلا لكن خلونا نكمل السفر. يلا بحر قغب ساحل جزيرة كريت، لكن بعد شوية هبت ريح عاصفة اسمها الشمالية الشرقية جت من الجزيرة. سيدي يا جماعة يا جماعة، أنا عاد أخشع جزيرة كودا. نعم هاي جزيرة كودا. يا شباب يا شباب، طلعوا قارب النجاة للسفينة، يلا بسرعة اربطوا الحبال حول السفينة حتى ما تتكسر. يلا يا شباب يا شباب، نزلوا الشراح حتى ما تصطدم السفينة بالغمام. يلا يا شباب قوية العاصفة، وقامت تضغب السفينة بكل قوتها لدرجة انه ثاني يوم البحارة قاموا يزتون حمولة السفينة بالبحر. وباليوم الثالث يا شباب يا شباب، يلا عاونوني حتى نزت ادوات السفينة حتى تخف الحمولة. يا شباب مرت ايام كثيره ما شعنا بيها لا شمس ولا نجوم. اما شمس واما نجوم، ما تخشع العاصفه مستمره وعد ثقوه، انا ما عندي اي امل بالنجاه. صار كم يوم لا اكل ولا شغل، كل اللي بالسفينه ما ياكلون. يا جماعه يا جماعه، كان لازم تعملون بنصيحتي وما تتركون جزيره كريت حتى تسلمون من هذا الخطر ومن الخصاغة الكبيرة. هسا انت تلومنا؟ انبر ما سمعنا كلامك. ايه حقه، انبر نصحنا لكن نحن ما سمعنا النصيحة. يا اخوان انا اطلب من عندكم هسا ان تشجعون انبر، ما غيح ينفقد اي واحد منكم، لكن السفينة واحدة غيح تتحطم. بولس بولس، اشنو قصدك بولس؟ قصدي
البيحة جاني ملاك من الله اللي أنا أعبده وقال لي لا تخاف يا بولس، أنت لازم تقف قدام قيصر والله طع حياة الكل المسافرين معاك. فاطمئنوا اطمئنوا انبور، أنا عندي إيمان بالله وكلامه هذا غيح يتحقق. فلازم لازم غيح تطمس السفينة بالغمل وتتكسر، وإحنا غيح نندفع للجزيرة. بالليل الـ14 كانت الريح بعدها قوية وتمشي السفينة كما ما تغيط بالبحر. وبنص الليل سيد القبطان، اعتقد نحن عم نتقغب من البر. اي نعم سيدي، انبر قصنا عمق الماء قبل شوية كان 40 متر وهسه قصدانه وكان 30 متر. شباب زدتوا 4 مراسي بالبحر من مؤخرة السفينة حتى ما تنصدم بالصخور، وخلونا نستنضغ للصبح ونشع. ايش غير يصير؟ ايش وقت يجي الصبح؟ ايش وقت؟ يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، لازم ننهزم من السفينة، نحن قريبين من البر. يلا لكن خلي ننزل قارب النجاة البحر ونقول نريد ننزل مراسم المقدمة. يلا يلا يلا, يلا يا جماعة خلونا ننزل القارب. يلا بسرعة. ما يصير هذا الحكي، ما يصير. حضرة الضابط، إذا ما يظلون هذولي بالسفينة فما غيح ينجون. يا حرس يا حرس، اقطعوا حبيل قارب النجاة حتى يقع بالماي وما ينهزمون البحارة. يلا شوف ليش 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 عزلتوا القارب بالبحر؟ نحن نغيد نصبينه للبار. يا جماعة يا جماعة، بعد شوية غيح يطلع الفجر، ومثل ما تعرفون هذا اليوم الـ14 وانتم تراقبون الوضع وبلا طعام، فأرجوكم أرجوكم أن تأكلون شيء. مبور انتم بحاجة لهذا الطعام حتى تعيشون. وانا أقل الكل ما غيح يفقد أي واحد بيكم شعغاي وحدي من غاسو. بولس لمن قال هذا أخذ خبز وشكر الله قدام كلتم، وبعد هذا كسغ الخبز وقام يأكل. فارتاحوا كلتم وأكلوا، وكان عدد الموجودين بالسفينة 276 شخص. يلا يا شباب يلا يا شباب، زدتوا الحنطة الزيتي بالبحر حتى نخفف من حمل السفينة. يلا 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 طلع النهار وانا ما على طيقه ما يشيه. سيد القبطان سيد القبطان، انا عم اخشى شاطرهم اللي قدام، تعال اخشعوا. ليه صحيح؟ يلا يا شباب يلا يا شباب خلونا ندفع السفينه للشاطئ، اقطعوا المراسي وخلوها تقع بالبحر، وفكوا الحبال اللي تربط الدفه، وارفعوا الشراع اللي قدام للريح واتجهوا باتجاه الشرق. لكن السفينة اندفعت التل من الغمل بالماي واصطدمت بينه، فانغرست مقدمة السفينة وبقت ما تتحرك، ومؤخرة السفينة قامت تتحطم من الأمواج القوية. فصاحوا الجنود يلا خلينا ننزل. سيد الضابط سيد الضابط، لازم نقتل المسجونين حتى ما ينهزم الذبح. ايه نعم سيدي ايه، ابو رحيم اذا ذبحوا راح يطيقون ينهزمون بسهوله. اش اعمل؟ لازم انقذ بولس من ايديهم. لا حد يعمل اي شيء ما بامري، افتهمتم؟ اسمعوا يا جماعه اسمعوا، اللي يطيق يسبح خلي يشط من السفينه ويروح للبر، واللي ما يطيق فخلي ياخذ لوح من حطام السفينة ويروح بينه للبر. يلا بسع. وبهذا الشيء وصلوا كلتم سلامات
البر الجزيرة. يا أهلا وسهلا بكم بجزيرة مالطا. الحمد لله على سلامتكم. أكيد وشعتم صعوبات كثيرة إلى أن وصلتم. تفضلوا تفضلوا. تعالوا بجنب الناغم بورجو بيغيد وممطر. تقربوا تقربوا يا إخوان. حضرة الضابط. نعم يا بولس تفضل. هاش تغيد؟ أغيد أجمع حطب للناغ. إيه تفضل. بولس وهو عيزت الحطب بالناغ طلعت حي من الحطب دفعتها الناغ وتعلقت بيت بولس. شعر الحية شلون تعلقت على ايد هذا الرجال؟ اكيد هذا قاتل. نعم امبور هو نجم من البحر لكن العدل ما سمح له ان يعيش. شعر شلون نفض الحي من ايده للناغ؟ حس عغيح يموت لو غيح تغم ايده. الناس بعد ما استندغوا وقت طويل وغشعوا ما صار شيء بولس غيروا رأيهم وقالوا هذا أكيد إله. وقريب من مكانهم كان أكو حقول يملكها بوبليوس حاكم الجزيرة فاستقبلهم ببيته وضيفهم ثلاث أيام. يا أهلا وسهلا بكم. أكيد كانت رحلتكم شاقة. إيه نعم سيد الحاكم كانت رحلة مميتة وما طقنا نخلص من الموت إلا بعجوبة. سيد الحاكم سيد الحاكم. ها خير أصغ. سيد الحاكم أبوك صحته تخربطت ويتألم كثير. سيد الحاكم أش بينه أبوك؟ مريض صار له فترة. أشنو مرضه؟ عنده حمي وسهال. أنا ما أعرف إيش أعمل. تسمح لي أزور سيدي الحاكم؟ أتفضل امشي معي. فزاروا بولس ودعا الله سبحانه وتعالى وحط إيده علينا وشفانه. فلما صاغ هذا الشيء جو علينا كل المرضى بالجزيرة وشفاهم.